سيادة النائب، يعني كوكيل للجنة الخطة والموازنة في البرلمان السابق، منظومة الإصلاح الاقتصادي أكيد برضو عندكم فيها أجندة عمل. زي ما اتكلمنا عن، يعني احنا في المجلس السابق أصدرنا العديد من القوانين، تبقى لدينا قانونين ما أسعفناش الوقت اللي احنا نتكلم فيهم، اللي هم قانون التخطيط وقانون المالية العامة، وهنقيس أثر التشريعي للقوانين اللي صدرت من لجنة الخطة الموازنة، قانون الجمارك، التعاقدات الحكومية، القيمة المضافة، كل القوانين نشوف هل حققت أهدافها ولا لا، هل هتحتاج تعديل ولا لا. لكن أنا شخصيا لدي حلم كنائب، يعني إعادة هيكلة المنظومة التنمية البشرية في مصر. خلينا نتفق كلنا إن إحنا ما عندناش موارد طبيعية تكفي لتحقيق رفاهية 100 مليون مواطن، لكن أنا أستطيع إن إحنا نحول 100 مليون مواطن دول هم نفسهم ل يعني عنصر فعال من خلال إن إحنا نستثمر البشر بالظبط، إن يكون لدينا يعني تخطيط وتشريعات متكاملة لاتجاه نحو تحقيق يعني التنمية الاقتصادية من خلال يعني التشغيل كثيف العمالة لتعظيم الناتج القومي. يعني ده حلم شخصي لدينا، لابد إن إحنا نهتم، وانا يعني بطلب من كل السادة الزملاء ان احنا نهتم بالمنظومة دي اللي هي اعادة هيكلة التنمية البشرية، ونستفيد من البشر في مصر، لان احنا ما عندناش الموارد الكافية لتحقيق الرفاهية دي. بالاضافة طبعا ان احنا هنشوف كل القوانين اللي تساهم في تحقيق التنمية الاقتصادية، استكمال برنامج الاصلاح الاقتصادي طبعا. كل العوامل وكل التشريعات وكل الاتفاقات اللي هي تساهم في جذب الاستثمار بصورة أكبر للدفع نحو تحقيق طبعا مطلوبة أكيد في الفترة تحقيق التنمية الاقتصادية. بالإضافة طبعا ضرورة تفعيل القوانين اللي صدرت، يعني صدرت قوانين ولم يتم تفعيلها، تنفيذها يعني بقى وترجمتها على الأرض. أنا هضرب مثل سريع بهيئة تنمية الصعيد. هيئة تنمية الصعيد صدر لها قانون من سنتين، حتى الآن لم نجد يعني تحقيق وتفعيل حقيقي لها، رغم كل التوجيهات اللي صادرة من القيادة السياسية بالاهتمام بالصعيد وكل المبادرات لاهتمام بالصعيد، لكن الهيئة لم تحقق الهدف منها. نقطة مهمة جدا، انه لازم يتم تفعيل اللي بنقوله، يعني ما يبقاش بس مجرد اقتراحها.